تمام العمدوني لعب الاسيسيس تعود ملعب الطيب لميري هذا الموسم، واليوم اتوقع لاول ثلاثيه مع التفاعل الجماهير. والله الحمد لله يا ربي، معناها ريوسيت جات اليوم معناها في الماتش هذا، الحمد لله يا ربي. الاولاد الكل قاعدين نخدموا على رواحنا، والبونتوات الثلاثه اللي انا ماركيتهم اليوم من الخدمه نتاع الاولاد الكل، معناها مش نتاع وسام عمدوني بركة وحده. والحمد لله يا ربي ان شاء الله نكملوا هكا، وان شاء الله نفرحوا الجمهور معناها، وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. الببليك والتفاعل بعد اللقاء، والله الحمد لله لك تأثر محبة الجمهور، ما تجريش بالفلوس معناها الحمد لله.